أبنائي وبناتي المحامين، كل عام وحضراتكم بخير. نحتفل اليوم بكم في أداء قسم المحاماة، وهو قسم عظيم له أكثر من دلالة وأكثر من مقصد يبغي به القانون خلق الرباط المعنوي الذي يربط المحاماة كرسالة بالقيم الكلية اللازمة لأداء هذه الرسالة. فالمحاماة ليست حرفة ولا وظيفة، وأيضا ليست مهنة ككل المهن، هي رسالة للدفاع عن كل القيم الشاملة، الحق والعدل والحرية والسلام والشرف والأمانة وحفظ كل الحقوق لكل المواطنين وللوطن أيضا. من أجل ذلك عني الدستور في أن يربط بين رسالة المحاماة ورسالة القضاء عندما نص في مادته 198 أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع. كل هذه المسؤوليات التي ربطها المشرع الدستوري بالمحاماة، التي هي خلاصة تاريخ المحاماة منذ أن نشأت في مصر، من أجل ذلك نحرص دائما عند أداء القسم وبعدها أيضا في أن نوضح لحضراتكم إلى أي مدى أنتم مقبلون وإلى أي مدى أنتم واصلون بإذن الله، من أجل أن نؤكد على مضامين هامة هي خطوات أساسية لازمة لكل محامي في بداية حياته ومستهل حياته. ولا يستطيع أحد أن يختزل كل هذه المضامين وكل هذه القيم في لقاء واحد أو لقاءين أو حتى 10 لقاءات، وإنما بقدر الإمكان بنحرص في الرسالة الأولى عند أداء القسم أن نؤكد على بعض الأسس اللازمة لتحقيق هذه الرسالة التي تحدثنا عنها، لكي تكون على قدر هذه المسؤولية، مسؤولية الرسالة ومسؤولية الأمانة. لابد أن تؤهل نفسك لأداء هذه المسؤولية، ولابد أن وأنت مقدم عليها أن تكون مدرك لأهمية خطوات لازمة في حياتنا. الخطوة الأولى هو مظهرك وشكلك وهيئتك التي تتعامل بها مع الآخرين. لا يجوز أن تكون هيئة المحامي هيئة معبرة عن غير مضمون الرسالة التي يؤديها، بمعنى أننا نحرص دائما من حيث الشكل الذي نؤكد على أهميته، هذا الشكل لازم لخلق الانطباع الأول لديك وأنت تتعامل مع الآخرين، لأنه لا يجوز أن يكون مظهر المحامي أو المحامية مختلا من حيث الشكل عن مضمون القيمة التي يحملها، لأنه لو شك المواطن أو المتعامل معك في هيئتك كمحامي سقطت أو حذفت من قدرك وقامتك أمامه حوالي 50% من النسبة. لما يسألك أنت محامي أو أنت محامية، هذا السؤال مهين. يجب أن نحرص على ألا نمكن الآخرين من أن يسألون هذا السؤال. فالمحامي من حيث الشكل لابد أن يكون بمظهر لائق، لائق بمعنى الكلمة، بمعنى الذي أرى الآن أمامي، البدلة الكاملة. قد يكون هناك ملبس أغلى من البدلة لكن ليس له مكان في المحكمة ولا في النيابة ولا في أي عمل من أعمال
المحاماة إلا ما ترتديه الآن. هذه البدلة كاملة هي الحد الأدنى اللازم من حيث المظهر ومن حيث القيمة التي تقدمها للآخرين. أيضا المحامية معنية بكل المضامين وبكل القيم على حفظ مظهرها الذي يحفظها. فنحن لا نطالب المحامية بأن ترتدي زيا محددا بذاته، لا حجاب ولا نقاب ولا غيره، ولكننا نطالب المحامية بالالتزام بالحد الأدنى من الاحتشام الذي يحميها ويعصمها حتى من أي عدوان ذهني أو بصري لدى الآخرين. هذا الاحتشام هو الذي يحمي هذه المحامية وتلك من أن تكون أقل شأنا لدى الآخرين. وأنا أرى أن الأسرة المصرية في عمومها في مصر من خلال تربية أبنائها وبناتها بتحرص على هذه القيمة التي أراها أمامي، لكنه شرط لازم أثناء مزاولة العمل. لا يجوز للفتاة أو للمحامية أن ترتدي زيا يكشف جسمها بأي شكل من الأشكال، لا ملتصق ولا شفاف ولا قصير ولا غيره. في أماكن إذا أرادت أن ترتدي هذا الزي فعليها أن ترتديه في المكان المناسب له، لكن المحكمة، المكتب، النيابة، قسم الشرطة، مكتب الخبراء، التعامل مع الموكل، التعامل مع المحامين، التعامل الرسمي لابد أن تكون بالحد الأدنى من الاحتشام اللي احنا مصرين على التأكيد عليه وبنعتبره شرط مسيرة لابد أن تستمروا فيه، لأن الإخلال به سوف يؤدي إلى محاسبة بغير تراجع، محاسبة نقابية وتأديبية ما فيش شك في هذا. هذا من حيث الشكل، لكن الشكل مش كل شيء، مش بس المظهر هو الهام، المضمون أيضا الذي ذات الأهمية وقد يزيد. نحن نعلم أن الثقافة القانونية اللي احنا تلقيناها في كليات الحقوق المختلفة لا تكفي وحدها لكي تجعل منك محاميا ناجحا. يعني اللي بيفتكر انه خلاص درس وتعلم وبقى عنده كل شيء، عقوبات ومرافعات وفروع القانون المختلفة وخلاص حفظها حتى عن ظهر قلب، هذه وحدها لا تكفي، لن تجعل منك محاميا متفوقا. إذن عليكم أن تبادروا بالتعلم واكتساب المهارات القانونية، تعلم من خلال الدراسة، للي عايز يدرس ماجستير أو يدرس دكتوراه أو أي شيء من أو دورات متخصصة، إنه يتعلم من زملائه في المحاكم، من أساتذته في المحاكم، الناس بتترافع إزاي، بيختلفوا أمام المحكمة إزاي، الدفع بيتقال إمتى، الدفع الشكلي يتقال قبل الموضوع ولا بعد الموضوع، وأثر ده على أدائك وعلى قضيتك التي تحملها. إذن الثقافة القانونية أنت صاحبها وأنت مسؤول عنها، بقدر ما تكتسب، بقدر ما تصل من مهارة، بقدر ما تقصر، بقدر ما تحتفظ لنفسك بالبقاء عند المربع الأول في المحاماة. إذن هذه قضية أنت ملتزم بها التزاما حقيقيا ولازما لكي تنجح في المحاماة. إحنا عندنا معهد محاماة، لكن معهد المحاماة ده جزء من الثقافة القانونية أو المهنية اللي إحنا حريصين على أن إحنا نكسبها للمحامين الجدد، لكن وحدها ما تكفيش. إذن الثقافة القانونية أهم وتنميتها في غاية الأهمية، لكن هذا أيضا للذين يريدون أن يبقوا إلى المستوى الجيد في المحاماة. لكن إذا أردت أن تتميز في المحاماة وأن تتفوق وأن تحلق فلابد أن تعدل ثقافاتك المختلفة، ما ينفعش تكتفي بالقانون بس ويبقى كل ثقافتك قانونية فقط. بقدر ما تكتسب من ثقافات أخرى بقدر ما يؤهلك للتمايز عن غيرك، سواء كانت هذه الثقافة لغوية أو ثقافة تاريخية أدبية في كل العلوم، حتى في الرياضة، حتى في الفن. قدرة المحامي الذي أكبر قدر من الثقافات المتعددة المتنوعة بالقطع هو المحامي الأميز بين أجيال المحامين المختلفة، وهو الأبرز وسوف يكون هو في السبق في مقدمة المحامين
المتقدمين. إذن هي قضية جوهرية، هي قضية أن تثقف نفسك وأن تعلم نفسك لكي تحافظ على وجودك كمحامي وعلى تفوقك أيضا في المحاماة. يبقى رسالة نهائية في حديثي معكم، وهي احترام الذات، وهذه قيمة في غاية الأهمية. احترام الذات دي معناه أن كل إنسان يحترم نفسه، ده الأمر اللي احنا بنعرفه في الشأن الشائع، احترم نفسك. لكن احترام نفسك التي أقصدها هو أن تحترم ما يحافظ عليك وما يؤكد حمايتك لنفسك بأن تحترم الآخرين. ما فيش حد بيجبر الآخرين على احترامه إلا إذا كان هو أيضا محترم. إذا لم يكن لديه هذا القدر من الاحترام أو الحد الأدنى من الاحترام، احترام الآخرين، بالقطع سوف يفقد كثيرا من احترامه أو من احترام الناس إليه. والاحترام الذي أعنيه ليس احترام الكبير فقط، وليس احترام صاحب الوظيفة العليا فقط، لأن ذلك يعني لو قصرنا احترامنا، لو قصرنا أو قصر احترامنا على الكبار اللواء والباشا والمدير والغفير والقاضي والمستشار ودون ذلك من البشر ما نحترمهمش، نبقى احنا منافقين، نبقى احنا بنمارس النفاق الاجتماعي. انا مش عايز المحامين تمارس هذا النفاق. المحامين عندما تحترم يجب ان تحترم الصغير والكبير سواء بسواء، لانه قيمة الاحترام قيمة غير قابلة للاقتسام، غير قابلة للتجزئة، غير قابلة الالتفاف. ما ينفعش تقول انا بحترم الكبير لانه كبير، ده تبقى انت بتخاف، تبقى انت مش متوازن نفسيا، يبقى انت مش بتحترم نفسك. احترامك لنفسك هو ان تبدا باحترام اصغر من تتعامل معهم من بدايه نزولك للشارع حتى عودتك الى منزلك او مكتبك او مقصدك النهائي. اذن قضيه الاحترام قضيه انتم مسؤولون عنها. اخيرا لفت نظري الان في الحوار وانا ارى امامي احد أبنائنا وهو يرتدي أو زملائنا الجدد يرتدي روب فيه لون، روب المحاماة أسود وفيه إشارة بيضاء، لا في أخضر ولا في أحمر ولا في أصفر ولا في ذهبي ولا في أي لون من الألوان. روب المحاماة هيظل كما هو دون أي مساس ودون أي تغيير ودون أي عبث. قد يحاول البعض أن يحسن من شكله أو شكل الروب، لكن هذا التحسين مخالف للأعراف ومخالف للتقاليد ومخالف للرداء اللي احنا بنعتز بشرف ارتدائه في أداء رسالتنا وفي أداء واجبنا.